يا طائرة في أمان الله في أمان الله في أمان الله يا طائرة في أمان الله مدي جناحك بحرية طوفي على كل أرض الله يا طائرة في أمان الله مدي جناحك بحرية طوفي على كل أرض الله آلات منه معك يا ليت يشعر كأنه وسط البيت في كل رحلة أو ترانزيت متعة عناية رفاهية يا ليت منه معك يا ليت يشعر كأنه وسط البيت في كل رحلة أو ترانزيت متعة عناية رفاهية متعة عناية رفاهية يا طائرة في أمان الله مدي جناحك بحرية طوفي على كل أرض الله يا طائرة في أمان الله مدي جناحك بحرية على كل أرض الله رحلة بذكراها لا تنسى في كوريا كينيا وفرنسا والأمن أصبح معك ومسا دمت بعين الله محمية رحلة ذكراها لا تنسى في كوريا كينيا وفرنسا والأمن أصبح معك ومسا دمت بعين الله محمية دمت بعين الله محمية دمت بعين الله محمية يا طائرة في أمان الله. أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في البرنامج المتجدد العربية الطيران. ما زالت الاتصالات متواصلة الآن باستطاعتكم الاتصال والمشاركة في السحب معنا كل يوم تذكرة الطيران مقدمة من العربية للطيران، يعني تتصل الآن مباشرة تقدر تكسب معنا تذكرة الطيران مقدمة من العربية للطيران في نهاية كل حلقة. وبعد الحلقة هذه هناك أيضا سحوبات وهدايا من ضمنها أيضا يومية سحوبات يومية على سبيكة ذهب في برنامج أنت الكسبان مع الأستاذ أحمد الصباغ. إذن باستطاعتكم الآن الاتصال من داخل السعودية على الرقم 7-0-0-0-7-4-4-2 تحويل رقم ستة للبث المباشر، تحويل رقم ستة للبث المباشر. أما أيضا من يريدون أن يشاركوا في المسابقات وما يقدروا يدخلوا على تحويل رقم ستة يقدروا اليوم يتصلوا على تحويل رقم ثلاثة، بس صوتك ما يظهر في البث ولكن يسجلوا بياناتك. الآن تحويل رقم ثلاثة أيضا تعمل لمن يريد المشاركة في البث المباشر. إذا أردت صوتك يظهر في البث تحويل رقم ستة تسمع المشاركة. تريد أن تتصل فقط وتشارك من غير البث اتصل على تحويل رقم ثلاثة. لمكالمة النجمات تحويل رقم ثلاثة. لمكالمة النجمات تحويل رقم اثنين. وجميع الآن الأرقام ظاهرة معكم على الشاشة. طيران العربية هو الطيران الاقتصادي الأول، ومعنا اليوم ضيفة جديدة ونجمة. ما هي جديدة؟ نجمة؟ يعني ها ما أدري تصير نجمة ولا تصير إيش أقل من نجمة؟ ضيفة. ها؟ ضيفة يعني أخت زهرة. يمكن أخت زهرة بس أو تصير نجمة ما ندري لأنها تغيب وتقول ما تبغى تسافر. أقول لكم بقصتها بعد الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو معنا جومانة. جومانة السلام عليكم. جومانة بسرعة عشان عندنا خطوط كثيرة منتظرة على الخط. جومانة ايوه كيف حالك؟ ارفع صوتك يا جمانة. جمانة الو ارفع صوتك يا بابا، قربي التليفون او الجوال. ايوه جمانة اسمع السؤال. اول سؤال مع النجمة فاطمة. يلا يا فاطمة. طبعا فاطمة ووفا ما شاء الله شوفوا شعرهم لهم ايام يستخدموا ايش تستخدموا؟ زيت الجوري. زيت الجوري ما شاء الله تبارك الله. يلا اعطيها السؤال. ما هو الشيء الذي اسمه على لونه؟ ما هو الشيء الذي اسمه على لونه؟ البيض والبرتقال. أعطيها خيارات. البيض أم البيض؟ طيب حلو البيض. يلا نسمع لها تحية قوية. جاوبت. إذن شكرا للمشاركة معنا ودخلتي معنا في السحب. لا تروحي بعيد، خليكي قريبة. نهاية الحلقة السحب على تذكرة الطيران من العربية للطيران. اللي يبغى يشاركنا
يقدر يشاركنا. اتصل الآن وتواصل، أرقام على الشاشة من داخل السعودية 7-0-0-0-7-4-4-2. اتصل الآن. تحويلة البث تحويلة رقم 6، تقدر تدخل في البث المباشرة. تبغى تشارك معنا مشاركة بدون البث تقدر تتصل على تحويلة رقم 3. تبغى تكلم النجمات اتصل على تحويلة رقم 2. كل الخيارات متاحة. خلينا قبل ما ندخل في رسيل منتظرة، ذكر أهل جدة. جوري، إيش عندنا في جدة؟ ذكريهم يلا. افتتاح توب سنتر فرع جدة الثاني 10 كيلو، واليوم الثاني تدشين زيتي وعطر خديجة. عرفنا؟ إذن 10 كيلو. طبعاً كيلو كثير يسأل وين. أستاذ أحمد الصباغ يقولوا وين في جدة الفرع الكبير 10 كيلو، موجود بجوار وزارة الزراعة، والاتصالات متوالية. أعطوا اتصال، أعطوا اتصال. عندنا أبرار من جازان. ألو أبرار، كيف الحال؟ أبرار كيف حالك؟ أبرار ألو، ليش الصوت انخفض؟ أول كان كويس. أبرار أيوة حلو. أبرار اسمع السؤال يا أبرار، السؤال مع فاطمة مع وفاء. يلا يا وفاء أعطيها السؤال، أي سؤال سهل. ما اسم البرنامج؟ يلا يا وفاء. ما اسم البرنامج؟ يلا، ما اسم البرنامج؟ العربية للطيارة. العربية، دخلتي معنا في السحب، خذها يا كنترول. لا تروحي بعيد يا أبرار، حتدخلي معنا في السحب على تذكرة الطيران مقدمة من عربية الطيران. جيبوا المايك، جيبوا المايك، أزعجونا بالمايك، خلي عنده في الوسط هنا. تك 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 تك. طيب خلينا نذكر، الآن ونقول رسيل قبل ما نستقبل اتصالات. اللي يبغى يتصل يتصل. خلونا نقول لكم قصة رسيل. رسيل طبعا لما سافرنا بيشة، اسمعوا قصة رسيل. رسيل لما سافرنا بيشة ايش تقول؟ تقول يا جماعة هذا رمضان نجلس ننام ونرتاح وناكل، والاستاذ ابراهيم يسافر بنا. ليش كذا يا رسيل؟ هذا قبل ما تصير نجمة، وانت لسه مو اساسية معنا، كيف لو تصير نجمة؟ ما راح تسافرين. شوفي وسام اختك ما شاء الله تبارك الله، بتسافري معنا جدة ولا لا؟ اعطيها المايك. بتسافر جدة وتقولي انك تعبانة ولا لا؟ لا. توبة توبة، ممتازة، نسمع لها تحية قوية. ها رسيل، هذا وانت تصومي ربع ساعة، كيف لا تصومي اليوم كامل؟ ها يعني ما عاد تقولي صح؟ طبعا وسام دخلت معنا، وسام دخلت معنا القناة وهي في الروضة، طفلة صغيرة جدا، وفترة أقل من سنها، في أقل من سنها، وكانت تستعرض، وكانت ما شاء الله، المهم ما شاء الله تبارك الله، يعني بصراحة كانت من صغرها معنا تستعرض وتحفظ. في ناس طبعا أذهلوني من الصغر، شاركوا معي، وهم من أذهلني من الصغر وشاركوا في القناة. تمام، أبغى هذا تسويها، من أذهلني من الصغر بعد الاتصال أقول لكم. يلا عندنا غزل من جدة. ألو السلام عليكم يا غزل، كيف حالك؟ أيوة. أخبارك يا بابا؟ أيوة. يلا اسمع السؤال يا غزل مع وسام. يلا يا وسام أعطيها السؤال. أذكري لي برنامج يعرض يوميا خلال شهر رمضان. أيوة. يلا، أي برنامج مباشر؟ نعطيك خيارات. أبو سنتر، توب سنتر. يلا نسمعها تحية قوية، خذها كنترول، ألف مبروك. خلينا ناخذ أكبر اتصالات. المتصلين يقولوا إحنا موجودين معكم على الهواء، نبغى نتواصل، نبغى نتصل. اتصلوا الآن 7-0-0-7-4-4-2. تحويلة 6 الدخول على البث المباشر، تحويلة 3 تقدر تشارك بدون ما تدخل البث المباشر، تحويلة 2 تقدر تكلم النجمات في أي وقت. كما قلت هناك زهرات أذهلوني في صغرهم، يعني دخلوا منذ صغرهم. خليني أبدأ من القدم. عندك الزهرة الأسطورة مها أبو جبل، دخلت من صغرها. الزهرة أيضا الرائعة عفاف البارقي، دخلت وهي طفلة جدا صغيرة. أيضا الزهرة جوري أبو جبل، وأيضا الزهرة وسام
عقيل، ذيلا دخلوا صغار جدا يعني كلهم مبدعات بصراحة، بس هؤلاء دخلوا هم سنهم أقل من الاستعراضات، يعني المفروض ما يدخل استعراضات، ومع ذلك دخلوا وبذلوا جهودهم معنا، وكل الزهرات مبدعات، كل الزهرات رائعات بصراحة. أمس شفت حماس جدا من الفانزات، سواء فانزات جوري أو خديجة أو كل الفانزات، كل الفانزات كانوا نشيطات، وكل الجيش تبع أطفال مهيب كانوا نشيطين. أمس نزلوا تنزيلات الزيت والعطر، شكرا لهم من الأعماق، شكرا لهم من القلب. اتصالات متواصلة، ونقول ألو. عندنا مها من الرياض، يلا يا مها كيف حالك؟ اسمع السؤال يا مها، انت على الهواء عشان عندنا متصلين كثير. يلا يا حلا اعطيها السؤال، اسمع السؤال يا مها، تفضل يا حلا. ما هو الشيء الذي يقرصك ولا تراه؟ ما هو الشيء الذي يقرصك ولا تراه يا مها؟ الو، ما هو الشيء يا كنترول، خذ مها، لازم تسمعنا عن طريق التليفون، لازم تسمعنا عن طريق التليفون. إذن اللي يتصل، اللي يتصل لازم يسمعنا عن طريق التليفون، ويقصر صوت التلفزيون، التلفزيون لأن التلفزيون متأخر المكالمة تجي، عشان نقدر نتواصل معاه. إذن الرقم على الشاشة للدخول في البث المباشر، ما عليك سوى التحويلة رقم 6، للمشاركة في المسابقة بدون بث مباشر تحويلة رقم 3، لمكالمة النجمات في كل الأوقات تحويلة رقم 2. ونقول ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ركزي معانا واسمع السؤال، يلا السؤال ما حلا، أعطيها السؤال يا حلا. ما هو الشيء الذي يقرصك ولا ترى؟ ما هو الشيء الذي يقرصك ولا ترى؟ خيارات، خيارات سرعة. الجوع أم الدبوس أم الجوع؟ الجوع، الجوع. يلا يا بابا الجوع، خذها يا كنترو، ما قالت والله ما سمعنا، لكن يلا عشان الاتصالات المتواجدة على الخط. ايش سويت يا مريم؟ خذها يا كنترول، دخلتي معانا في السحب. اللي يبغى يتصل يتصل، الرقم على الشاشة. جوائزنا اليوم غير، جوائزنا اليوم غير، تذاكر طيران كل يوم، تذكرة مقدمة من العربية للطيران من أي منطقة كنت إلى دولة الإمارات، تحديدا إلى الشارقة، تحديدا إلى الشارقة. اتصل ولا يفوتك، لو ما فزت معنا بعده سحب مباشرة على سبيكة ذهبية مع أنت الكسبان مع النجم أحمد الصباغ. خليكم قريبين معنا هالأيام تربحوا الجوائز. إذن متواصلين في هذا الاتصال الماتع الرائع من هنا من برنامج العربية للطيران، كل يوم تذكرة الطيران مقدمة من العربية للطيران. رسيل مبسوطة، رسيل رائعة، رسيل حتقدم سؤال للمتصل اللي يتصل الآن. جاهزة؟ يلا أعطيها سؤال يا وسام، علميها بسؤال عبال يجي اتصال. يلا قولي لها، سيب المايك الآن يا حلا، ما صدقت بالمايك أنت، ليش لبست اليوم البردانة؟ ستايل شكله عشان عربية للطيران، ها؟ أوه تلبسي أحمر زي العربية للطيران، لازم العربية يعطوك هدية، شوفي كيف، لازم العربية يعطوك هدية، شوفي كيف شاعر. إذن متصلين من كل مكان الآن على جميع الخطوط، اللي حاب يتواصل يتواصل الآن، الرقم موجود على الشاشة. تحويلة 6 تدخل في البث، تحويلة 3 تقدر تشارك بدون البث، تحويلة 2 تقدر تكلم النجمات في أي وقت. إذن ما زلنا نستقبل اتصالاتكم في آخر الدقائق، وخلنا نسولف مع الزهرات. الزهرات ليش أعطي المايك غلا؟ كأن غلا عندها نوم. غلا عندك نوم؟ متى صحيتي ومتى نمتي؟ متى نمتي متى صحيتي؟ يلا صحيت الساعة 12. أيوة شفتك صاحية بدري صح من الظهر، شفتك. أيوة ها نمت الساعة 2 ورجعتي نمتي مرة ثانية، ريحتي بس ماما ما تدري. بتشوفك في البث الآن لأن الساعة 12 قالت لي روحي نامي. بس الحين شافتك في البث كيف ما تدري، الحين شافتك خلاص. عندنا اتصال، يلا يا كنترول، عندنا جوري من الطائف، اعطونا جوري. الو جوري كيف الحال؟ جوري بابا كيف حالك؟ جوري، جوري ما نسمعها يا كنترول، كأنه الخط راح. الو جوري،
الو يلا يا جوري اسمع السؤال يا بابا. السؤال مع حنين الشنيني. يلا حنين اعطيها السؤال. ما هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي لا توجد بها حرف الميم؟ ما هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي لا يوجد فيها حرف الميم؟ الو هيا تسمع من التلفزيون قاعدة. كنترول خذها يا كنترول واعطانا خط ثاني. اذا دخلوها في السحب، اعطونا الخط اللي بعده افضل. خطوط كثيرة منتظرة، دخلوها في السحب، تستاهل تستاهل. ايوه عشان ناخذ اكبر عدد من المتسابقين عشان ما حد يزعل. اعطونا الخط اللي بعده. اذا قبل ان ناخذ الخط اللي بعده نذكر الرقم على الشاشة اللي يبغى يتصل على 7-0-0-7-4-4-2 تحويل رقم 6 تقدر تدخل في البث ويسمع صوتك، تدخل في السحب. تحويل رقم 3 صوتك ما يجي في البث لكن تدخل في السحب. تحويل رقم 2 تقدر تكلم الزهرات. وبرنامجكم ضيفنا تحويل رقم 7 اللي يبغى يشارك معنا في الحفلات ويجي ضيف على الزهرات ان شاء الله حيكون عندنا ضيفتين في جدة يختارهم لنا قسم الانتاج ان شاء الله عن طريق الاستاذ احمد الشنيني من جدة. شوف عندي خط هنا. الو السلام عليكم. السلام عليكم، لو سمحت اتصل على مرة ثانية وضغط التحويلة رقم 6 أو تحويلة رقم 3 تبغى تشارك. أيوة عشان يقدروا يسجلوك. تحويلة رقم 6 أو تحويلة رقم 3. ما تكتب يا بابا، قفل الخط واتصل مرة ثانية لما يجيك رقم التحويلات اضغط على كذا، اضغط على 6 أو 3. شكرا لك. إذا نوضح للمشاهدين لأن الاتصالات ما زالت هنا وهنا والله جاي على الرقمين، كلهم يريد أن يشارك معنا في المسابقات ويدخل في السحب على تذكرة طيران إلى دولة الإمارات بالتحديد إلى الشارقة مقدمة من العربية للطيران. وعندنا اتصال ونأخذ الاتصال ونقول ألو السلام عليكم. بيان من جازان. ألو السلام عليكم يا بيان. ألو يلا يا بيان يا بابا كيف حالك؟ طيبة. يلا اسمع السؤال والسؤال مع غلا عامر. ويلا غلا. كم سنة للقط؟ كم سنا للقط؟ اعطيها خيارات. ها؟ كم سنا؟ كم سنا للقط؟ اعطيها خيارات. 40 ام 50 ام 40؟ 40 ام 50؟ 40 يا بابا. 40. الف مبروك دخلتي معانا في السحب ولا تروحي بعيد. وانتظري الى نهاية الحلقة ليتم السحب. قلنا السؤال بيكون عند رسيل، اعطيتيها سؤال. يلا الضيفة اللي بعدها هتسألها رسيل. ناخذ فاصل ونعود. يلا فاصل برومو بس ناخذ ونعود لمواصلة الحلقة. أعطونا الفاصل لو سمحتم. لا لا تنسى في كوريا كينيا وفرنسا والأمن أصبح معك ومسا. دمت بعين الله محمية، دمت بعين الله محمية، دمت بعين الله محمية. يا طائرة في أمان الله. يا طائرة في جديد الآن لمواصلة الاتصالات، استقبال الاتصالات ما شاء الله تبارك الله اتصلت على جميع الخطوط. اللي يبغى يتصل الآن على رقم 7-0-0-0-7-4-4-2 تحويل رقم 6 للدخول في البث المباشر. إيش يا صباغ هذا؟ الله صباغ توقع منه أي شيء. إذن تحويل رقم 6 الدخول في البث وظهور الصوت. تحويل رقم 3 تقدر تشارك في البث بدون دخول صوتك، يعني تقدر تشارك في المسابقة تدخل في السحب أقصد. تحويل رقم 2 تكلم الزهرات في أي وقت على تحويل رقم 2. إذا المتصل الآن اللي راح يتصل راح تسأله رسيل عقيل النجمة اللي ما ندري حتصير نجمة ولا ما تصير. تصير نجمة؟ والله إني خايف منك لكن يلا. أعطونا 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 اتصال، أعطونا اتصال. مريم من محايل.
ألو يا مريم، كيف حالك؟ الحمد مريم لله. يلا يا مريم ركزي مع رسيل حتى أعطيك السؤال، وأنت معانا على الهواء إن شاء الله تفوزي معنا بتذكرة الطيران. يلا يا رسيل أعطيها السؤال، قريب المايك أعطيها السؤال بسرعة. واحد اثنين ثلاثة. كم عدد أركان الإسلام؟ كم عدد أركان الإسلام؟ خيارات. أعطيها خيارات. أعطيها خيارات يا أسام. خمسة أو ستة. خمسة. خمسة أو ستة. ستة على ما أظن. خمسة أم ستة؟ خمسة. يلا دخلتي معانا في السحب، دخلتي معانا في السحب. يلا دخلها يا كنترول، خذ الاتصال اللي بعدها. المتصلين يدقوا على جميع التحويلات ما شاء الله تبارك الله، اليوم ما شاء الله ما في تأخير في الاتصالات. وفي أيضا أيوة، إذن أذكر في اتصالات تحويلة ستة تدخل في البث، يعني صوتك يظهر معنا في البث. تحويلة رقم ثلاثة يستقبل واحد اتصالات من غير صوتك ما يظهر في البث بس يدخلك في السحب. وتحويلة اثنين تقدر تكلم النجمات في كل الأوقات. والرقم على الشاشة، والرقم على الشاشة، على الشاشة. عطوني اتصال اللي عندكم يلا عشان ناخذ آخر اتصالات. ناخذ ولا ناخذ دردشة مع الزهرات؟ دردشة. إذا ناخذ دردشة. دردشة. طيب ما معنى دردشة؟ أيوة دقيقة. حلا ما معنى دردشة؟ بس. يلا خليها هي تعبر، ما معنى دردشة؟ ما معنى دردشة؟ ها؟ عندنا اتصال. مها من الرياض، أعطونا مها من الرياض. يلا. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ مها اسمع السؤال. يا مها معانا؟ ايوه يلا السؤال مع جوري، اسمع السؤال. اعطيها السؤال. الو مين الزهرات اللي ينشدون يا رمضان نحبك؟ مين الزهرات اللي انشدوا نشيد يا رمضان نحبك؟ خيارات غلا حنين، ما في خيارات، هي غلا وحنين وفاطمه ولا فاطمه وغلا وحنين ولا كلهم؟ كلهم دخلت في السحب. يلا استاهلت ودخلتي معانا في السحب. تصفيق عشان ما عندك تحرك. تمام؟ إذا ناخذ آخر اتصال ونسحب على الهدية لتذكرة الطيران من العربية للطيران، وبعدها على طول مباشرة بخمس دقائق تستمتعون ببرنامج أنت الكسبان. السحب مع الأستاذ أحمد الصباغ وضيفته خديجة القادري، والسحب على سبيكة ذهبية، يعني البث متواصل. خلاص؟ اعطوني السحب لو سمحتم، اذا اتصل الاخير تاخر رحلوا لبرنامج. اي اعطوني اتصل موجود، جيب السحب. يلا خديجه لو سمحت جيب السحب. ايوه هذا اليوم السحب ما شاء الله كلهم المتصلين اللي دخلوا في البث، ايوه هذه اللي دخلوا البث او اتصلوا على تحويل رقم ثلاثة وما كان يبغى البث سجل في المسابقة. فاليوم عشان ما نزحمهم في المكالمات حبينا نقبل، تعالي رسيل اختاري لنا. اذا نفس الطريقة في البرنامج القادم، اتصل على تحويل رقم ثلاثة ما تدخل في البث، تحويل رقم ستة تدخل في البث وتشارك، يعني كل التحويلات متاحة ان شاء الله. وتحويل رقم اثنين عندنا الفائزة هنا ريماس البغدادي، الفائزة معنا ريماس البغدادي البعداني البعداني. عموما لو رقمها عندنا لو في خطأ حنتواصل معها هذه الفائزة. إذا متابعينا مشاهدينا في كل مكان لا تروحوا بعيد، لا تروحوا بعيد، خليكم قريب، البرنامج التالي متواصل معكم أنت الكسبان مع الأستاذ أحمد الصباغ بعد خمس دقائق من الآن.
طبعا هذه المتصلة اتصلت على تحويل رقم 3 مع الأستاذ أحمد الصباغ استقبلها. إذا لا تروح بعيد، خليكم قريب، الاتصالات متواصلة ومكالمة الزهرات أيضا متواصلة. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى في كوريا كينيا وفرنسا والهم أصبح معك ومسا دمت بعين الله محمية دمت بعين الله محمية دمت بعين الله محمية يا طائرة في أمان الله يا طائرة في أمان الله مدي جناحك بحرية طوفي على كل أرض الله أحلى ذكراها لا لا تنسى في كوريا كينيا وفرنسا والأمن أصبح معك ومسا دمت بعين الله محمية دمت بعين الله محمية دمت بعين الله محمية يا طائرة في أمان الله يا طائرة في أمان الله في أمان الله في أمان الله يا طائرة في أمان الله مدي جناحك بحرية طوفي على كل أرض الله يا طائرة في أمان الله مدي جناحك بحرية طوفي على كل أرض الله آليت منه معك يا ليت يشعر كأنه وسط البيت في كل رحلة أو ترانزيت متعة عناية رفاهية يا ليت منهم معك يا ليت يشعر كأنه وسط البيت في كل رحلة أو ترانزيت متعة عناية رفاهية متعة عناية رفاهية يا طائرة في أمان الله مدي جناحك بحرية طوفي على كل أرض الله يا طائرة في أمان الله مدي جناحك بحرية طوفي على كل أرض الله رحلة بذكراها لا تنسى في كوريا كينيا وفرنسا والأمن أصبح معك ومسا دمت بعين الله محمية رحلة ذكراها لا لا تنسى في كوريا كينيا وفرنسا والأمن أصبح معك ومسا دمت بعين الله محمية دمت بعين الله محمية دمت بعين الله محمية يا طائرة في أمان الله